الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تنسى على الدار هجوم العدا يا صاحب الزمان، تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أحرق الباب بجزل ونار، ورض من فاطمة ضلعها، وحيدر يقاد قهرا جهار، وحيدر يقاد قهرا جهار. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناتي الزهراء والمهدي الفضائيتين، أهلا ومرحبا بكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المصيبة العظيمة والفاجعة الأليمة، ذكرى استشهاد السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وكما عودناكم أيها الأحبة المشاهدين، نكون متواجدين دائما في هذه المحافظة، محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن الآن أيها الأحبة الكرام في حسينية فاطمة الزهراء سلام الله عليها في مدينة محشور، أحد مدن محافظة خوزستان. هذه المدينة أيها الأحبة الكرام تحتوي على عدد هائل من خدام الحسين والموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ابقوا معنا أحبائي المشاهدين لكي نأخذ بعض المقابلات مع خدام الحسين، خدام الزهراء في هذه الحسينية المباركة وفي ليلة استشهاد السيدة العظيمة فاطمة الزهراء. لا تذهبوا بعيدا أحبائي المشاهدين، ابقوا معنا. احفظ وياي. صب الدمع صب الدمع دم الحزين، صب الدمع نم اشترى كسرى وضلع، يا يوم زينب صوتي سجلوا، ها الله ما ينسمع. صب الدمع صب. نعم أحبائي، متواصلين معكم وهذه التغطية الخاصة بمناسبة استشهاد السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ومعنا أيضا أحد خدام الحسينية، حسينية الزهراء وخادم الحسين، طبعا هو مسؤول الحسينية. حياك الله عمي، نتعرف على اسم حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالسماوات الأمجد وبالأراضي الأحمد أبو الغاسمي محمد، اللهم صل على محمد. أقدم العزاء وقوم العزاء بهذا المصاب الزهراء، الخادم الزهراء الحاج عزيز ابن المرحوم حج حسن الحاج عباس الحطيحط. الله يحفظك. راح نسألك بالبداية عمي، أنه المراسم اللي تقومون بها بالحسينية هذه والترتيبات شلون تصير؟ نستحمد الله الذي وفقنا ب خدمة الزهراء وأهل الرسول من عبادان، لما ما ارتكب علينا هذا الحرب وجينا إلى مدينة معشور تقريبا 40 سنة قايمين بهذا العزاء الزهراء وأهل البيت، والحمد لله أهل هاي المدينة وعمومتي وبعض من الجيران قايمين هم ومساعدين بهذا العزاء الزهراء. نعم. مرة يا يما يا يما زينب دلون حيت، الله الله ما ينسمع. صب الدمع وياي ويا، صب الدمع صب الدمع صب الدمع. آه يما يا زينب سكت من أنحى حتى لا يسمع علي حامل حمية. يما يا زينب هذا النص حبيبي. يما يا زينب سكت من أنحى حتى لا يسمع علي حامل حمية. نعم أحبائي، متواصلين معكم وأحد خدام الحسين في هذه الحسينية المباركة. السلام عليكم، نتعرف على اسم حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله. الحاج محسن ابن المرحوم حاج حسن، مؤسس لهذه الوفاة، وفاة السيدة فاطمة الزهراء. بارك الله بكم جميعا. كم سنة صار لكم تقيمون هذه المناسبة؟ الحمد لله هذا حدود 40 سنة اللي كان يقيمه والدي، والحمد لله احنا هسه ان شاء الله من بعده قمنا نقيم ان شاء الله بأحسن صورة. الحمد لله الحمد. طبعا الحسينية موجودة ما شاء الله، والحسينية عامرة،
كم نفر إن شاء الله تطبخوا لهم الليلة؟ الليلة إن شاء الله ما يقارب 1200 الحدود إن شاء الله. راح يجيكم موكب أو مواكب، شلون ترتيبات؟ مواكب إن شاء الله الليلة نستقبل لعزاء السيدة فاطمة الزهراء بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى. للجميع إن شاء الله من دعاءكم إن شاء الله، محتاجين دعاءكم نحن إن شاء الله. عزيزي كسرى ظلي يم الحزين يم الحزين صب الدم كسرى ظلي. نعم أحبائي المشاهدين، متواصلين معكم واحد خدام الحسين، السلام عليكم، تعرف على اسم حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، محمد قضير. أهلا وسهلا بك أحمد. شنو نوع الخدمة اللي تقدمها هنا؟ والله هنا نطبخ، نعاون المواكب هنا نطبخ وياهم، من قبل يوم نذبح ويوم ثاني نطبخ هنا والجماعة. الله يستر عليك. تذبحون شنو نوع الذبيحة؟ ذبيحة غنم تقريبا 19 23 وارد 15 على الموكب. الله يستر عليك، الله يخليك، نعم الله عليكم. تم يعني الترتيبات شلون تكون؟ مرق عندنا تشريب، عندنا مفطح زوي شان المواكب. الله يستر عليك. الله لا تنسونا من دعاكم. الله يستر عليكم، الله يهديك. كسرى وظلي يا يوم ما زينب صوتي سجلو، ها الله ما ينسمع صب الدمع صب بعد مرة يا يما، يا يوم ما زينب سجلو نحيت الله الله ما ينسمع صب الدمع. نعم أحبائي المشاهدين، متواصلين معكم، وهذه التغطية الخاصة بمناسبة استشهاد السيدة الصديقة فاطمة الزهراء، ومعنا أيضا خطيب هذه الحسينية، حسينية فاطمة الزهراء، الخطيب الحسيني البارع السيد نور الموسوي. حياك الله سيدنا. حياكم الله، حياكم الله، أهلا ومرحبا، وأجوركم إن شاء الله، حياكم الله. كذلك أنا بدوري تقدم بأحر التعازي إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، وإلى كافة التشيع سائلا من العلي الأعلى أن يثبتنا على محبة محمد وآل محمد. شلون شفت المجلس هنا بمدينة محشور؟ والله هذه السنة استقبال أكثر من السنتين الماضيتين، يعني بنعمة الحمد لله، كان استقبال حلو ولله الحمد ولله الحمد. سيدنا نسألكم الدعاء. محتاجين إلى دعاء. صب الدمع صب الدمع يما يا زينب سكت من أنحى حتى لا يسمع علي حامل حمية، يما يا زينب هذا النص حبيبي، يما يا زينب سكت من أنحى حتى لا يسمع علي حامل حمية. نعم أحبائي متواصلين معكم، وهذه الليلة العظيمة وهذه الليالي العظيمة ذكرى استشهاد السيدة الصديقة فاطمة الزهراء، ومعنا أيضا أحد خدام الحسين. السلام عليكم، نتعرف على اسم حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله، كاظم من مدينة محشور. حياك الله حبيبي كاظم، موفق إن شاء الله. كلمة تحب تقولها عبر قناة الزهراء الفضائية بهذه المناسبة العظيمة ذكرى استشهاد السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزي مراجعنا العظام وشيعة أمير المؤمنين بهذا المصاب الجلل، لنا ولكم رحم الله والديكم. إن شاء الله جاي تجي إن شاء الله أنت من رواد الحسينية. أي نعم. شلون شفت المجالس بالحسينية؟ والله كلش تمام أكيدة. الله يحفظك ويعز. الدعاء لا تنسونا من الدعاء. دعانا ودعكم. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. نعم أحبائي معنا أحد خدام الحسين ابن الزهراء، سلام عليكم. السلام عليكم. أجوركم سيدنا، نتعرف على اسم حضرتك. سيد كاظم الريحاني. حياك الله سيدنا، موفقين إن شاء الله. عظم الله أجوركم وعظم الله أجور الشيعة جميعا والمراجع العظام، نسأل الله لكم التوفيق بحق محمد وآل محمد. آمين، التوفيق لجميع سيدنا إن شاء الله. سيدنا شلون تشوفون المجالس الفاطمية هذا العام في مدينة محشور تحديدا؟ نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره على هاي الخدمة الذي الشيعة الموالين لأهل البيت في هذه المدينة
سنة على سنة نشوفها أريع أو أحسن وأشكل. جميع الخدمة، العزاء، الشباب، الأطفال، الشياب، الكل تخدم. الله يوفق. عندك مشاركة سيدنا لأمك الزهراء تحب تقرأها؟ عن لسان الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: دريت عضاي شنه اللي بيدها، دريت عضاي شنه اللي بيدها على اللي بقت تستر بيدها، مرة تنتخي وتندب بيدها ومرة تصيح بو يلحق علي. مشت العم سعد الصحب الريحاني، مشت وعيونها لحسين تربة، وخذت من دم عزيز القلب الاخت ويا الاخ من الزغر. شلون تعوب جسمه على الوطية؟ خواتك بالهضم والضم يا حسين، خواتك بالهضم والضم يا حسين، وعدوهن ما بعد بالحال يا حسين. حاتفني علي كلبين يا حسين، قل لي منين اجيبك بعد لي. عظم الله اجوركم واجورنا جميعا. زهت عن ناقصهن اخر الشهر وعن ذين وذين فاستحت تبر فلا مهر به، فحباها الله ما الرافدين. لو تدرين في شط الفرات فاطمة الزهراء ما حال الحسين. نعم أحبائي، متواصلين معكم وأحد خدام الحسين في هذه الحسينية المباركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرف على اسم حضرتك في البداية. ماجد إبراهيم الفرحاني. حضرتك طبعا شاعر حسيني، جزاك الله خير جزاء. شنو المشاركة تحب تقدمها للزهراء؟ نحب نشارك في هاي الحسينية المباركة ونعزي شيعة أمير المؤمنين في هذا المصاب فاطمة الزهراء عليه السلام. أحب أشارك فرد قصيدة عندي، أقول: يا حيدر باب الدار تسمع صرخته وانتي، يا حيدر باب الدار تسمع صرخته وانتي، ما تنهض تحاميلي شنه العطلك عني، يا حيدر باب الدار تسمع صرخته وانتي، ما تنهض تحاميلي قلش عطلك عني. انت الماتها بالموت وحروبك فلا تنعد، بيك اهل السما تدري وكل اهل الارض تشهد، خصمك يوصل الداري وبوجودك يدوس الحد، يضرب على الباب النار وانت تشوف يا كرار، بين الباب والحايط قام النذل يعصرني، عصرني وهشم ضلوعي وصدر عاب البسمار، ومحسن سقط من عندي وانا صرخ بباب الدار. فاستحت تبر فلا مهر به، فحباها الله ماء الرافدين. لو تدرين في شط الفرات فاطمة الزهراء ما حال الحسين. خدت شمع الزكية بليلة الجمعة، صدق ليلة شهادة الزهراء، واليوم جمعة
يستحب زيارة الحسين، خلي نزور الحسين ويا الزمرة، خدت شمع الزكية بليلة الجمعة، اجت لحسين ابنها وهلت الدمعة. نعم احبائي متواصلين معكم واحد خدام الحسين، السلام عليكم، تعرف على اسم حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله، حيدر فرحاني. حياك الله عم حيدر. كلمه تحب تقولها بهذه المناسبه العظيمه ذكرى استشهاد السيده الزهراء؟ نعزي الامه الاسلاميه بالخصوص شيعه اهل البيت عليهم السلام بهذا المصاب الجلل، ونتمنى ان جميع الناس خصوصا الشيعه يعظمون هذا اليوم من اجل أم الأئمة فاطمة الزهراء عليه السلام. سلام. أحسنتم، جزاكم الله خير. داخلين المجلس إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله. حياك الله. غاتي حياك الله. وفقكم الله ورعاكم إن شاء الله لخدمة أهل البيت. إجت لحسين ابنها وقعدت يمه وعلي نشرت قميص الناقع بدمه، هو تفوق تشم وتصيح يا يما يا يما يا يما، وضلعها من كسر طاح وحضن ضلعها ينزف دموم على ضلوعة ودمعها يسيل منها ويغسل دموعة، هاجت بين ابنها وبينها اللوعة، يسمع حسب واجيها وهتسم. نعم احبائي المشاهدين متواصلين معكم، السلام عليكم، عظم الله اجركم. عليكم السلام ورحمة الله، عظم الله. تعرف على اسم حضرتك بالبداية؟ عبد علي البعبادي. حياك الله حبيبي. اللهم الله يسلمك. كلمة تحب تقدمها للعالم الإسلامي بهذه المناسبة العظيمة ذكرى استشهاد السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أعزي صاحب الزمان بشهادة أم الزهراء، وأعزي شهادة الزهراء بجميع الشيعة والإسلام بخصوص الإيران. جزاك الله خير. موفق إن شاء الله، جاي للمجلس إن شاء الله. نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أغاتي، حياك الله. تقول له يما يما عليك يهيل دمع المن يهيل دمعك على ضلعي تون يا يما، لو ضلعك يا جرح اللي بمأذيك وملوعك، جرح عبد الله لو عباس لو ربع. عن شنو تبكي ولدي حسين؟ انا ابكي على مظلوميتك، انت تبكي على شنو؟ حجه ممن حرى المقطوع وبلا راس يقلى لا رضيعي وصحبتي وعباس تبي بزيادة مرد قلبي وحجاية النار، سهم من المصيبة بقلبي شيش العمر. احجيلي وليدي بالله شلون حالة زينب؟ يقلها يما يا يما ومن خذوها مجتف ليدي النوبة الجسم نوبة الراس ترب العين، وش ما تنظر تصرخ يا اخويا حسين حسين يا ابن امه يا اخو، اشوف اللي ضربها وما حد يمنع يما، ما خذتك الغيرة من خذا وزينب مسبيه حسين، خذتك الغيرة يا ولاد، يقلها يما خذتني الغيرة وانا وصالي متقطعات قمت وهويت بالحومة ثلاث مرات.
نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناتي الزهراء والمهدي الفضائيتين، متواصلين معكم أحبائي، وهذه التغطية الخاصة بمناسبة استشهاد السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ومعي أيضا أحد خدام الزهراء، خدام الحسين الرادود الحسيني ملا محمد الطرفي، حياك الله ملا. حبيبي حياكم الله، جزاكم الله خير، أحسن الله عزاكم بدوري ونوبتي، وعزي العالم الإسلامي بالأخص شيعة المولى أمير المؤمنين بهذا المصاب الجلل. موفق إن شاء الله. شلون شفت المجلس اليوم في هذه الحسينية المباركة حسينية الزهراء؟ والله الحمد لله، يعني مثل كل أنحاء الأهواز الحمد لله المجالس عامرة بوجود الشباب والشيبة الموجودين والسادة اللي حاضرين ويانا، وبعزمهم إن شاء الله المجالس عامرة ومستقرة إن شاء الله. بما أنه حضرتك جاي من مدينة الأهواز إلى مدينة معشور، للتوضيح فقط، مدينة الأهواز ومدينة معشور يعني مدن محافظة خوزستان. الإشاعات اللي جاي تطلع حالياً على الأهواز وجاي نشوفها من القنوات المبغضة لأهل البيت عليهم السلام، شنو ردك بما أن أنت مواطن أهوازي يعني من لب الأهواز إذا صح التعبير؟ جزاكم الله خير. والله يعني إحنا فطرتنا وانفطمنا على هذا الشيء، يعني مفطومين على حب أهل البيت، وهذه القنوات نختار السكوت إلها أحسن. وإن شاء الله أنا عندي قصيدة بالنسبة لهذا الموضوع إن شاء الله أقدمها لحضوركم. حبيبي تفضل خذ راحتك حبيبي. إن شاء الله أقول إحنا عشاق العقيدة وكنا وقعنا بدماء، وغصباً على الدنيا كلها نسوي مجلس فاطم، هذا صوت من الضماير يحكي يا حامل حمام، صحنا بعلى الصوت هذا للعصابة المجرمة، عاشقين الفاطمية، عاشقين الفاطمية، اش ما تعاندنا النواصب ما نغير هالمسير، وعلى عناد الما يحبنا هاللطم دايم يصير، نبكي للزهرة الزكية، نبكي للزهرة الزكية، وحيدر نعم الأمير، والحسن وحسين خي وزينب وذاك الأسير، عاشقين الفاطمية، عاشقين بدمنا يجرح الولاء ويلي تنشد، عاشقين للممات نحب علينا وكلنا خدام الحسين، باسم عباس الصميدة انزامط الدنيا بيقين، لو ان نطلب هالحوائج نعتني، نعتني الام البنين. حبيبي للاستاذ الاديب، كانت القصيده للاستاذ الاديب سعيد الباوي. بارك الله بيك، وان شاء الله راح نكون بخدمتك في برامج قادمه ان شاء الله. بارك الله بك اغاتي، نسالك الدعاء. جزاكم الله خير حبيبي، ياك الله. هلني على عيون الدم، هلني على عيون الدم، وجبت يا القلب حسرة، يا روحي كل وقت نوحي للمظلومة الزهرة، على المظلومة الزهرة، للمظلومة الزهرة، على المظلومة الغصبة، وجعلها وشك قوسها من طلعات الباب الدم، طلعت ليهم تفكها، غفلوا حين شافتهم لفت والريج سبكها، وحصلها وروحها راحت وين بشدة العصرة، حصلها الريجس بالبسمة طلعها من البيت. نعم أحبائي متواصلين معكم، ونأخذ خدام الزهراء الواحد تلو الآخر في هذه المدينة، مدينة معشور وتحديدا في حسينية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. سلام عليكم، عظم الله أجركم، ونتعرف على اسم حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وماجورين ومثابين بمصاب الزهراء، أخوكم خادم جميع رواديد الحسين عبد الأمير المتحجي أبو سجاد، الله خليك خدمتكم. شلون تشوفون الأجواء هنا بمدينة عاشور بالفاطمية؟ والله الأجواء كلش مريحة، والحمد لله وشكر بركة وجود خدام أهل البيت، تشاهد كربلاء ثانية هنا، الحمد لله وشكر بوجود خدام أهل البيت، الحمد لله وشكر. مشاركتك اللي راح سمعنا إياها تفضل بها. مشاركة قصيدة عندي الخادم الحسين الشاعر الأستاذ سيد سعيد الصافي الرميثي،
وقصيدة إن شاء الله مناسبة شهادة الزهراء سلام الله عليها. تقريبا قصيدة مستهلة. هاي البيضة تهل الدمعة، هاي البيضة تهل الدمعة، عندك والدها مودعها يا حيدر تنخى وتسمعها، عندك والدها مودعها يا حيدر تنخى وتسمعها، تهل الدمعة تهل الدمعة، هاي البيضة تهل الدمعة، عندك والدها مودعها يا حيدر تنخى وتسمعها، تهل الدمعة تهل الدمعة، يا من بنص من الجليل من الصاف وشتال بين ود الشجاعة ومرحاب، يا من بنص من الجليل من الصاف وشتال بين ود الشجاعة ومرحاب، بوجودك وضلع الوديعة صواب، بوجودك وضلع الوديعة صواب، والعجب يا ليث الحرب ما تغضب، تعرف صيتك توصل بيتك، تعرف صيتك توصل بيتك، وام الصبطين تروحها يا حيدر تنخى وتسمعها، تهل الدمعة هاي البيضة، تهل الدمعة هاي البيضة، حامل حمى وعندك مناقب شاعت، وجن وإنيس دلت السيف قطاعت، حامل حمى وعندك مناقب شاعت، جن وإنيس ذلت السيف قطاعت، واليمنتك شمس الإله انصاعت، واليمنتك شمس الإله انصاعت، وحصة البضعة غصب لما انضاعت، جرد سيفك واطلب حيفك، جرد سيفك واطلب حيفك، والحصة راحت رجعها يا حيدر تنخى وتسمعها، تهل الدمعة هاي البيضة. مأجورين إن شاء الله موفقين، نسألكم الدعاء. رحمة الله والديكم ونعم الله عليكم ووايد منونين. الله يبارك فيك. أحسنت. تبارك الله فيك. بعد نسمة بعد يا حيدر ترى اسرع، ثقل ثقل اسرع على هوا. هلا صاحت يا علي طلع انكسار واسقاط جنيني. الشاعر الاستاذ رسول عبيداوي. صاحت يا علي ضلع انكسار واسقاط جنيني، طقان الرجس والنوبة سطران على عيني. صاحت يا علي ضلع انكسار واسقاط جنيني، طقان الرجس والنوبة سطران على عيني، طقان الرجس والنوبة سطران على عيني. غضبان حيدر وجهه من الزعل ضهضب لزم سيفه وتحزم، غضبان حيدر وجهه من الزعل ضهضب لزم سيفه وتحزم، كرار ابو حسين نادت لزكي يصبر لان شافت تغيم، ابو حسين نادت لزكي يصبر لان شافت تغيم، يا حيدر ترى كسرى وضلع منك يما، يا حيدر ترى هذا
عزاء أم الزهرة. ها هذا عزاء أم الزهرة. كسرى وظل منك بعد يا حيدر ترى كسرى وظل. ارفع ايدك ثقيل. دول علي لو ما رجع ارفع حجابي يا علي. ردوا لي علي لو ما رجع ارفع حجابي. نادتهم قيامة تصير اذا اكشف نقابي. نادتهم قيامة تصير اذا اكشف نقابي. بالبيت يبجون حيدر والزكية والدمع صاير لبلسم. ونياح وصياح زينب والحسين ويا الحسن سووها ماتم. بالبيت يبجون حيدر والزكية والدمع صاير لبلسم. ونياح وصياح زينب والحسين ويا الحسن سووها ماتم. يا حيدر ترى كسرى وضلع من الزكية. هلا يا حيدر ترى